السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة معانا كبة أو مفرمة خضروات أو لحمة أو زي ما نسميها. طبعا بنيجي نحط فيها على أساس نشتغل تفرم، ما بتفرمش، فيها مشكلة في التروس بتاعتها. طبعا المسمار بتاعها هنشوفه مع بعض، المفك بتاعه مش موجود، فشطفنا مفك وبدأنا نعمل ليه مفك خاص للمسمار اللي احنا شايفينه مع بعض. طبعا هنفك 4 مسامير وهنرفع الغطا بتاعنا. طبعا الترس الصغير مشروخ ظاهر، الفحص الظاهري باين معانا، فيه شرخ اللي احنا شايفينه دوت مع بعض. طبعا الترس دي غير متاح في السوق، فاحنا هنبدأ نشتغل على الترس القديم. اساس الترس القديم مش متاكل، هو كويس وفي مشكلته اللي فيه شرخ. طبعا هنلحمه بأمير وهنجمد عليه كويس، نتمم عليه من الداخل ومن الخارج بأمير كويس. هنبدأ نجيب معجون حديد ونحط على عمود الماتور ونحط في الترس من الداخل ونضغط عليه، نكبسه في مكانه كويس. زي ما بنقول لحضراتكم على المعلومة، بما يرضي الله لا تنسوا الدعم والاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد بالقناة. طبعا هنحط المعجون وهنسيبه ينشف، بعد ما ينشف هنأكد عليه بالأمير تاني. طبعا الأمير بخليه يبقى صلب وكويس ويمسك معانا تمام. طبعا كل فيديو او كل آلة بنصلحها تبقى فيديو مجرب قبل سابق وشغالة كويسة عند صاحبها. هنربط 4 مسامير وهنركب القواعد بتاعتها وهنيجي نجرب الكبة. نجرب الكبة ونشوفها مع بعض. طبعا زي ما احنا شايفين شغالة معانا ممتازة. لا تنسوا الدعم والاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.